هاي حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ انا حاليا بتركيا، صار لي من 5 ايام صرنا هون. فاليوم قدرت اني اعمل لكم فلوج لانه قبل هالايام هيك حبيت استمتع بوقتي مع بنات عمتي. فاليوم رحنا وفطرنا وعملنا كل شيء. هلا عم نمشي للجامعة، جامعة سلطان احمد، وهون في هيك محلات شعبية كتير حلوة، انا كتير بحب هيك شغلات، وصورت لكم الفطور وكل شيء على الانستغرام. فاذا انتم مو متابعيني على الانستغرام تابعوني هنيك، لان هنيك كمان رح تشوفوا كل شيء. هلا اخترت هدول تريكو لاخواتي، حاليا عم يعملوا بازار. رحت عن السعر هذا بانا 750 ليه سنه نيفانا انا شكايب والله سنه 750 سنه مش شكرا ما سنه كرم 750 ليه كرم هذا 50 بكر تو مزريك سكيت هذا قبل ايش عم شوف هذا المكان، عم اتذكر سوق الحميدية حرفيا تقريبا نفس الشيء. احلى شيء بتركيا انه بكل شارع في جامع، وهيك بتشوفوا على الجبل في هيك جامع، وهذا احلى شيء بتركيا حرفيا والله. كلياتهم تعبانين. هلا راجعين ناكل على البحر، معزومين على أكلة على البحر. نورمال. شوفوا وين قاعدين، هون هون في واحد عم يغني وبحر وحركات. هاي احمد. انا والبنات قررنا هلا انه نحط هاد الماسك من بنف اللي بيصغر لكم المسامات، وبعدين رح نحط هاد كمان، وهاد بعدين بنحطه بعد ما نشيل الماسكات. طبعا هاد كتير بيرطب البشرة، دائما بستخدمه قبل النوم. وللعالم اللي عندها مسامات، عندها حبوب سودا، حب الشباب وهيك، لازم تستخدم هاد الماسك لانه رح يشيل لكم كل هدول المشاكل. اليوم الثاني رايحين على جزيرة الأميرات. سامو أحلى صبارة من عندي، الأحلى صبايا من وين؟ من سوريا. حربي شيء. I should have kept on going, but my nerve was a mess.
اول مره واخر مره انا برجع لتركيا اخر مره. عن جد الشعب التركي كثير 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 استفزني بهالكم يوم، بدون احترام، شو ما تقول بيقولوا لك ارجع على بلدك، وانا مزعوجه من نفسي لانه انا اجيت لهون لانه بعرف انه هي البلد هيك، اجيت لهون يعني اذا اهلي ما كانوا هون ما كنت رح اجي لهون. بس هي على فكره هي كمان تركيا يعني متبين عليها، مبين عليها، انا قلت لك عايشه بالاوروبا يعني هي مو عايشه بتركيا هيك مبين عليها اساسا. كل ما يصير شيء يعني كل ما تصير شيء شغله صغيره بيقولوا دغري رجعوا لبلادكم يعني بدون ما يعرفوا. هي عايشه ببلد ثاني. ما قلت لكم شو المشكله، كنا قاعدين هون اجت وحده انه بدات مقاعد، اجت وحده وهيك انه نحن نقعد على مقعدين، نحن ثلاثه نقعد على مقعدين بس مشان هي يكون لها مقعد واحد. تخيل هي مو المشكله اساسا يعني نحن طبعا رح نقول ونعطي المقعد لانسان اكبر منا، بس طريقه الحكي تبعها كثير بتقرف. ما طولنا الموضوع لانه بنعرف هن ببلادهم إذا صارت مشكلة هن بالأخير رح يكونوا على الحق وكلاتهم رح يكونوا بجنبهم. So guys, live your life, have fun and don't come to Turkey. ياسمين عم تحاول تعطي الطيور أكل. يلا تعال. ما عم يجوا. ويكات. انا عشقي هدول المغناطيس اللي بحطوهم على البراد، طلعوا ما احلاهم هون. يلا جربي. طلعوا جينا على هاد المطعم على الشط، شايفين قديش المنظر حلو. واو بجنن ياسمين، كثير حلو المنظر. احلى شيء انه هون بالجزيره في كثير عالم اكراد، كلنا اكراد تقريبا، يعني دوله كرديه. عم نحكي معهم عم يردوا علينا بالكردي. يا فحبيبتي كثير حلو، بنصحكم عن جد بنصحكم تجوا لهون. اذا جيتوا لهون تعوا بالصبح بكير مشان تلحقوا تعملوا كثير شغلات. نحن صورنا مشينا شوي وهلا عم ناكل، او اخر سفينه على الساعه 10 الا، فلازم تعجلوا. هلا رايحين على الباخره، خلصنا كنا لايف على الانستغرام وعم نقول انه الاكراد انه كثير عنصريين هيك. بعدين لما كنا عم نستنى الباخره طلعوا لنا بنتين اكراد كثير كانوا ملاح كثير كثير، يعني حرفيا الواحد ما فيه ابدا يحكي عن شعب انه هيك وهيك، لانه دائما في عالم فئه منهم طيبه وكيوت. كثير تسلينا معهم، انا ما كنت عم بفهم شيء بس كنت عم اضحك معهم. اليوم يوم جديد في مدينة اسطنبول. اهم شيء انا اليوم اجيت مشان اشوف. ما خليتيني كمل بنوتي بتجنن. طلعوا ياسم من امتى بدنا نشوف بعض؟ احنا من 2018 بنعرف بعض بس ولا مرة شفنا بعض، ولا مرة. تخيلوا رايحين على الصالون نظبط شعرنا عنه لانه عنا اليوم شيء كثير كثير محمس. انا عم احرق لك كل شيء. رايحين نعمل فوتوشوت بجنن، فترقبوا الصور على انستغرام. هذا هو الانستغرام على وش ياسو، هيك رح احط لكم اياه، تابعوني هنيك مشان نشوف كل شيء. شو رايكم بالاوتفيت؟ طلعوا الاوتفيت بجنن. شو رايكم بالسياسه؟ واو 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 واو، شوفوا شوفوا شوفوا. طبعا طلعنا ضد بعض بالالوان، طلعوا انا ابيض هي اسود. يس بس ستيل كثير حلو على فكره. انا ما بلبس هيك ستايلات بس سوريات خلتني حب هيك ستايل كثير بجنن عليها. ما بعرف
هيك بيعطيك عمرك كمان وريحة كتير للصيف. انا ما بزت هيك بنات لين بالعادة كلها جينز وهيك بس هذا كتير حبيته. طلعنا من قبل على فكرة واشترينا هذا البنطلون هيك ما صورنا لا عادي كان لقاء سري فكي هلأ لازم نروح الصالون وبعدين نطلق على الفوتوشوت. طيب بعد وصلنا على مكان تصوير بس ما عم نعرف من وين نروح لفوق. هلا جايز هدول كلياتهم فساتين اللي فيني نقيهم. شوفوا الجمال جايز شوفوا الفستان بجنن. هذا اللون كتير حلو لبق لبشرتي كتير ايه بجنن. انت اللي بتجنن. بدك توقفي تقدر شو عجبوك الصور؟ كثير حلوين. حتشوفوا صور على انستغرام بتجنن كثير. بيجينا لهون على مكان ناكل فيتوتشيني كثير طيب طلعوا. يا حظكم مين هي وهي ياسو حبينا هيك نعمل صورة ذكرى بتجنن. Where I'm at, so can I?